صباح الخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فقت بكري وجدت الفطور لوليداتي، لبست ليهم حويجاتهم. الكبير مشى يقرا، الصغير مازال ما كيقراش، ما كاينش في لاكريش حيت انا في كونجي بارونتال. شديت العام الاول واستعاوتاني عام ثاني باش نقابل وليداتي وتكون عندي لهم الوقت، ما يكونش عندي داك ستريس ديال جري 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 الخدمه هذا، حيت ولدي صغير مازال صغير. درت ليه دوموند في لاكريش لهذا العام ان شاء الله، ما عرفت واش قبلوا ولا ما قبلوش، حيت كاينين بزاف ديال لي دوموند وكاينين غير 4 ديال البلايص. يعني هما كيشوفوا على حساب شنو، واش دارو، واش شنو هما واش الوالدين خدامين واش ما خدامين، شنو هو السويع ديالهم، واش يقدروا يقابلوه ولا لا. انا فسرت لهم كل شيء باللي ملي خصني نرجع نخدم ان شاء الله السويع ديالي، السويع ديال راجلي، ونشوفوا ان شاء الله واش غيتقبل ولا لا. المهم الا جاب الله ما تقبلش ليا السيمانه كامله، غادي نشوف باش ندخلو غير واحد النهار في السيمانه ولا نهار في السيمانات، غير باش يولف ليا الدراري ويولف ليا داك الجو ديال المدرسه. هذه ضروري انا ديما كنديرها مع ولادي. حتى ولدي الكبير صوب درتها ليه، درت ليه 6 شهور قبل ما يبدا يدخل المدرسه لا ماتيرنيل، دخلتو لا كريش غير نهار في السيمانه، غير باش يولف ليا الدراري والناس وهذا غير باش ماشي من الدار، حيت ولدي الكبير كانت مقابله ماما ولا انا ولا مامت راجلي. المهم غير باش كانت مقابله بزاف ماما، غير باش ماشي من العائله كيلقى راسو في المدرسه مع ناس ما كيعرفهمش، غير باش كيولفوا داكشي اللي كاين. المهم انا صديقتي اليوم نصب الطاجين، انا نوريكم هانتوما شفتوا اليوم نصب الطاجين ديال الدجاج بالبصله والبطاطا وخيزو وجلبانه، ودرت فيه مطيشه والزيتون، فيه الحامض مرقد، وفيه غير العطريه ديال الدجاج اللي كنجيب معايا من المغرب وكنخليه كيطيب شويه عليه بحال طيب على الشمعه، كيجي معسل وما كندير ليه لا ما لا حتى شي حاجه، كنخليه كيطيب غير في الخضره ديالو وهو كيطلق الماء، حيت ملي كتنقصوا عليه كيطلق الماء ديال الخضره ديال الدجاج وكيكون بنين بزاف. صافي درت ليه زيت لي سور وشويه ديال زيت العود من الفوق والقزبر ومعدنوس، وهذا هو غداؤنا اليوم. مازال ما عرفت واش غدانا ولا عشانا، مازال ما بانش، يا اما غنخرجوا نتغداو على برا ونتعشاو به، يا اما نتغداو به الله اعلم. صافي ودابا غادي نجمع الكوزينه ديالي، كنبدا بها هي الاولى ملي كنفيق مع الصباح، ملي كيفيقوا الدراري كنجمع لهم البيوت ديالهم هما الاولين، ملي كندخل الكوزينه عاد كنشوف الشغل الاخر ديال الدار. ماشي الكوزينه هي الاولى، يكون الغداء والعشاء موجودين هما اللي ضروريين عاد تشوفوا حاجه اخرى. هانتوما شي شويه ديال الورود، اليوم عندنا الجو زوين تبارك الله، هانتوما شوفوا عندنا واحد الجو زوين وكاينه شويه ديال الشميشه شفتوا. غنمشي نفس شويه الباتي ديال ولدي، واخا كاين شويه ديال البرد، كاينه الشميشه ولكن كاين البرد. شوفوا شتو صافي البيت هو تجمع، غندوز فيه غير لاسبيراتور وشويه ديال الغبره وهذا مكان. ودابا غادي ندوز للبيت ديال ولدي الصغير حتى هو، انا غادي انا وراجلي نمشيو نتغداو على برا ضروري يا صديقاتي. مره تخرجي انت وراجلك راس في الراس، شوفوا شحال تقابلكم الدراري وخرجوا راس في الراس، ما تطيحوش ديك لا روتين ديال الدار ديال الشغل ديال الدار مع الدراري، حيت الخروج مع الدراري راه ماشي هو الخروج الراس في الراس. وهذا ما كان يا صديقاتي، راه شرت معكم فين غنتغداو باش غنتغداو، بقاو معايا قاتي. شديت لازان ديال السومون مع واحد الشلاطه، وراجلي شد لي بات
افون ابري علاش كملت بصيله انا مازال مدبزه مع ديالي. في الديسير شديت كافي غورمون. كنتمنى فيديو يعجبكم، كنقول لكم السلام عليكم وما تنساوش تابوناو. بيزو بيزو.